مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح. قبل ما تشتري عربيه اسال. طب ما انا والله سالت بس برضو اشتريتها وطلع فيها عيوب وخسرت فيها. هو احنا بنسال بس ما بنسالش الحد الصح، بنسال صحابنا وقرايبنا وجيراننا، فبنسال حد هو زيه هو مش فاهم وانا مش فاهمه. علشان الموضوع كبير ولاني انا الفتره اللي فاتت كنت ناوي اجيب عربيه وطبعا فشلت لاني مش فاهمه اي حاجه خالص، فقررنا نجيب حد متخصص، نجيب حد يقول لنا ازاي اشتري عربيه صح. معانا النهارده ضيفين غاليين عليا، وطبعا يعني معانا ضيف انا مبسوطه ان هو موجود معايا النهارده وبجد مشرفني، ويعني هو تربيته باينه، انتوا هتفهموا دلوقتي لما الضيفين يتكلموا هتعرفوا ان قد ايه الاصل صالح، فالحمد لله البذره طلعت صالحه. معانا النهارده باشمهندس احمد حسني، مهندس استشارات فنيه في مجال السيارات وصاحب جروب قبل ما تشتري سياره اسال صح؟ والباشمهندس حسني علي حافظ، كبير مهندسي زراعه قسم ميكانيكا ديزل وبنزين. منورني بجد والله. والله انت زي العسل والله. تسلم ربنا يخليك. منوراني. قبل ما تشتري عربيه اسال. اسال مين؟ والله هو الموضوع مش كده، هو الموضوع كان الموضوع ان احنا عندنا صحابنا كتير جدا بيسالوا في العربيات وكانوا بيلجأوا لي، لان انا كنت شغال من وانا صغير بحب العربيات. انت شغال في العربيات بقالك كام سنه؟ حاليا شغل فعلي انا بقالي 5 سنين. خمس سنين شغل بس فعلي. بابا هو والدي هو الاساس يعني، هو انا والدي موجود معانا عشان اوضح الصوره، يعني انا ازاي دخلت في المجال ده. يعني انا دلوقتي حضرتك اول ما اتولدت لقيت والدي عنده ورشه كانت في ليبيا بتاعت ميكانيكا سيارات. احنا ناخد منه دلوقتي بذور الخبره. اكيد طبعا انا استفدت وانا ما كنتش بسيب اصلا فرصه نهائي. فكنت لما اتولدت لقيت ورشه ميكانيكا، فعايش في ورشه الميكانيكا يوم ليل نهار لغايه ما اشوفه بيصلح حاجه بيعمل حاجه، لغايه حتى انواع العربيات وانا عايز صغير في السن بقيت عارفها وفاهمها وفاهم انواع ايه الكويس وايه اللي كويس وايه اللي يتركب والاقتصادي والحاجات دي كلها. حلوة. لغايه ما كبرنا شويه رحت درست برده في مجال الميكانيكا. بعد ما درست في مجال الميكانيكا لقيت نفسي برده بتجه للعربيات برده، مش عارف اسيب الموضوع. سافرت اشتغلت 10 سنين بره مصر. بعد ما اشتغلت 10 سنين لقيت نفسي بشتري عربيات لاصحابي برده، ما فيش فعل ده. تروح تقف في السوق، تروح تشتري عربيات، تروح تغيري عربيه كل يوم شويه، تجيبي عربيه جديده وتغيريها. المهم يعني لقيت نفسي متميز في المجال، ده متميز. فعملت الجروب اللي على الفيسبوك ده، عمله من بقالي 5 سنين، اللي هو اسمه قبل ما تشتري سياره اسال للاستشارات الفنيه بلغه السوق. يعني اللي هو انا اوضح لك المعلومه اللي انت حضرتك عايزاها بدون ما اكلمك في كلكعه. انا مش فاهمه ايه ما كلكعكيش الموضوع، ما توصليش لمرحله ان انت تلاقي نفسك خلاص انت بتقول، انت بتكلمني في بيستم، بتكلمني في موتور، بتكلمني مش عارف في ايه، انا مش هفهم انت بتقول ايه. دي استشارات مجانيه. مجانيه فري فور فري. اي حد بيدخل يقول لك رايك في كذا، اعمل كذا، انت بترد عليه. بقالي 5 سنين على الوضع ده والحمد لله مستمرين على نفس الوضع على الجروب، وعمره في حياته وان شاء الله 10 اسئله. يعني ممكن اسالك 10 اسئله. لا خش حضرتك لو قلت اي حد اصلا بينزل عندي اي بوست براجع البوستات القديمه بتاعته بلاقيه ممكن سال في 7 8 عربيات ونفس السؤال ما عندوش. لا هو بس هو مش ما هو لو عنده اكسبيرينس مش هيخش يسال. ما فيش حاجه ان دي حد يخش في الجروب يستهزأ بحد. ما عندكش كده، لان اللي بيستهزأ بحد ما ازعلش مني. الشخص اللي داخل عندي في الجروب ده شخص داخل يستشير ويسال، يبقى هو ما عندوش اكسبيرينس. هو لو عنده اكسبيرينس مش هيخش عندي، مش هيسال السؤال ده. صح. حتى لو سؤال تافه مثلا يقول لك اللمبه دي بتاعت ايه، هي لمبه مثلا الاشارات، فانا ما ينفعش حد يعني سخريه منه في الكومنتات. طب ده بالنسبه للاستشارات. تمام. انا دلوقتي نازله اشتري عربيه. تمام. وجيت بعت لك صورتها وانت قلت لي دي زي الفل وجميله وحلوه. بص هو حضرتك موضوع زي الفل وجميله من الصوره والكلام ده، دي بتبقى نسبه احنا نقول 30% او 40% من الموضوع. طب انا اعرف اللي هو بقى. ما هو الموديل بقى حضرتك احنا بنتكلم، ما هو انا قبل ما بنزل افحص مع حد عربيه او اشتري مع حد عربيه او اساعده في شراء عربيه او اي حاجه، انت حضرتك احنا بنحسبها حسبه ثانيه خالص. انا لما بيتكلم حد بيكلمني بيقول لي والله انت يا ابو حميد انا عايز عربيه، طب انت دخلك ايه؟ ما هو كل عربيه دخلك ايه دخلك. مش معاك كام؟ لا استنى اوضحها لي بقى كده بالراحه. انا النهارده يعني انا لازم العربيه عشان اللي اركبها لازم انا اصرف عليها عشان تفضل على طول جديده وحلوه حالتها كويسه ومستواها كويس. لو انا جبت عربيه قطع غيارها غاليه جدا ومصنعيتها الناس الصناعيه اللي بتشتغل فيها بتاخد فلوس كتير جدا، تمام مش هعرف اصرف، مش هعرف اصرف على العربيه، فكده العربيه هتقع مني كمستوى. يعني عربية. انا ما اجيش اقول لك انا مجمعه 200,000 يلا بينا ننزل اشتري عربيه، هتقول لي لا انت دخلك كام؟ انت دخلك كام؟ دي حلوه دي معلومه. تصرفي على ايه؟ تمام. في بقى شخص تاني يقول لي لا انا والله انا عايز عربيه للشغل للبزنس هشتغل بيها اوبر كريم هشتغل بيها زي ما هشتغل بيها هتفرق. اي حاجه ليها وضع تاني. بدل ما اوجهه العربيه مستعمله ممكن اوجهه العربيه زيرو يدفع اقساطها، لان القسط هيوفر عليه ان هو مش هيصلح
ويدفع لان اوقات الناس بتتجه ان هو يجيب لي عربيه مستعمله بالقسط. طب انت مستعمل بالقسط هتصرف عليها، هتصرف عليه صيانه وهتصرف عليها في نفس الوقت هتصرف عليها قسط، فبقى الكوست عليك عالي جدا في الشهر. فهمت. فلا اوجهه للزيرو، لان الزيرو طبعا عقبال ما يبدا ياخد لوب بياخد وقت كبير شويه. أوكي. فلازم اوجهه توجيه كويس. كل كيس، حاله ليها وضع مختلف، كل كيس ليه وضع مختلف لازم تتكلم معاه. طبعا في فكره بتاعت ان زمان يقول لك احنا نجيب عربيه قديمه صغيره اتعلم عليها السواقه 27 صح و 28 والكلام ده. خلاص يا جماعه العربيه دي انقرضت، ما بقتش ماشيه في الشارع، لان العربيه دي اللي انت هتجيبها هتاذي نفسك بيها. ده حلم ان انت تجيب ال 127 وتخبط دي. كان صح التجربه دي خدناها مع اخويا الصغير من 10 سنين ولا من 10 سنين وكانت سيئه كمان. من 10 سنين ولا حاجه كان ممكن يعني، لكن دلوقتي صعب يعني. دلوقتي بقت طيب انا اقول لك بقى وصلت الخبره ايه اللي الاقيه في العربيه ما اشتريهاش، الاقي واحد اثنين ثلاثه اقول لي ما تشتريهاش. اللي تلاقيه في العربيه ما تشتريهاش، لازم العربيه تكون سليمه. سليمه الصاج بتاعها سليم، الشاسيه بتاعها يكون سليم، مش عامله حوادث كويس، كل حاجه بعد كده ممكن تتبنى في العربيه مفيش فيها مشكله. يعني الموتور بايظ ممكن اشيل الموتور احط موتور جديد، حتى لو الموتور انا اعرف يعني من خبرتي البسيطه الموتور ده حاجه كل الموتور بايظ مش مهم، احنا بنقلل قيمه الحاجه دي. السياده العربيه اللي هي الشاسيه والعربيه سليمه 100% ومفيش فيها برومه ومفيش فيها الكلام ده، وممكن تحط عليها اي حاجه تبقى زي الفل، وبعدين مشيها هيبقى سليم امن. يعني العربيه ماشيه امنه كويس، لكن اي عربيه فيها حوادث فيها شيء معوج فيها شغل معوج ده العربيه ديت فاشله 100% تمام مهما عملت. فمفيش المشكله السوق المصري ناقصه ضمير، مفيش ضمير كويس. فاحمد في كل المجالات احمد الميزه اللي هي عنده ان هو يعني عنده ضمير عالي شويه كويس، فما بحد بيستشيره بيعتبره اخوه او اخته كويس، فهو ده اللي بيخليه يركز قوي في انه يختار له عربيه سليمه جدا ومظبوطه جدا علشان سمعته وعلشان يبقى هو عامل فايده للناس كويس. فايده الماديه ديت بره عن الموضوع اصلا خالص، اهم حاجه الفايده المعنويه كويس، انه يصاحب الناس. يعني هو عامل جروب وصل ل 25000 ولا 30000 ماشي عضو فيه بسهوله جدا، لان هو عنده الضمير. ايوه انا لو انا لقياه هياخد مني وهيسنصر مني وهيعمل حاجه من ورايا مش هكلمه. الناس حاسوا بضميره كويس، فان السوق اصلا عنده يعني في نقص في السوق في حته الضمير ديت، فده اللي خلى احمد يبقى عنده ونقص في الخبره، بقى عنده اصحاب كتير وعنده اصدقاء كتير وعنده ناس شغالين معاه في الجروب كتير، وطبعا هو وشغال الحمد لله يعني الحمد لله طبعا. وطبعا هو الموضوع لما نيجي نتكلم في موضوع النهارده لما حد بيشتري عربيه، في ناس بتيجي تقول لك يعني مثلا الاقي حد يقول لي لا 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 انا مش عايز عربيه رش حزام. لا يا فندم، انا بقول لك لما تيجي تشتري عربيه مستعمله وموديل مثلا 2001 2002 2003 2004 2005 لغايه 2010 و11 و12، لو العربيه رش حزام يا جماعه ايه العيب؟ مدام بدون حوادث، مدام بدون حوادث انا اشتريها بس ايه اللي ثمنها شويه، لان انا طبيعي انا ماشي في السوق في شارع العربيات بتتخبط وتخربش تتعمل، فبس ايه اللي قيمتها لما انا هدفع 10000 20000 جنيه عشان العربيه فابريكا زياده عن ثمن العربيه؟ طب ما انا اولى بيهم اخليهم في العربيه، ينفعوني في الصيانات، ينفعوني في الاساسيات بتاعت العربيه بالزبط. ينفعوني في حاجات كتير جدا في العربيه. إيه انا ليه احط نفسي ان العربيه ما دام هي رشه يبقى العربيه دي كانت مقلوبه؟ تمام، ما هو ده التفكير ده بتبقى صح. مقلوبه صح. لا ما انت في النهارده في ناس مش كاحمد عموما، في ناس في المجال بتاعي ناس كتير جدا عندهم ضمير في فحص العربيات، اماكن كتير كويسه، حد انت حضرتك بتثق فيه بس عن خبره، مش حد بتثق فيه كصديق او بالحب كده، لا كصديق هاوي. الهاوي ما ينفعش، الهاوي ما ينفعش. احنا بنتكلم على الشخص المتمرس اللي هو بيشوف كل يوم عربيه نفس الموديل بتاعتك، بيشوف اربع خمس ست عربيات نفس الموديل العربيه اللي انت بتشتريها، فخلاص متعوده على العربيه السليمه، متعوده على العربيه السليمه والعربيه الصح. لما انا النهارده في حاجات عيوب جدا بتلاقي بسيطه بقابلها بتصدمني، يعني الاقي مثلا يعني بسبب اوكي معاك. بسبب السوق المصري بلاقي الناس عيوب جدا بسيطه جدا، يقول لك اصل العربيه خبطه تريحه صغيره في الوش. اوكي فانا كده تمام اوكي. احنا لسه طبعا حوارنا مكمل بس هنطلع فاصل الاذان ونرجع تاني على طول. تمام. ما تروحوش في اي حته. قبل ما تشتري سياره اسال،
رجعنا تاني مع نفس الفكرة العظيمة اللي بيتزعمها باشمهندس محترم جدا ودارس جدا وطبعا والده الأستاذ المحترم. دلوقتي يا باشمهندس أنا لما باجي لك أنت بتشوف العربية بعينك وبتفحصها وبتقولي دي كويسة ولا لأ، ولا في طريقة معينة للفحص؟ في بوينت بس، أنت حضرتك ما بتجيليش، أنت أنا اللي بروح لك. طيب تمام طيب. حلو أغلبية ده أحسن. أغلبية صحاب العربيات ما بيقدرش يحرك عربيته من مكان، فعلا يقول لك أنا عربيتي ما مش هوديها أي مكان، أنت تعالى افحصها بنفسك. فانت بتروح معايا يعني، انا باجي الناس لان في ناس قوي جدا بتستسهل بتقول لك لا خلاص العربيه كويسه انا اشتريها من غير ما افحصها، فانت بتيجي معايا. انا باجي معاك بروح معاهم الحمد لله، معانا اجهزه فحص كمبيوتر للعربيات الحديثه. اجهزه اجهزه تمام، كذا جهاز لكل عربيه، في اوقات عربيه بتحتاج اجهزه غير الجهاز التاني. تفحص العربيه فحص كمبيوتر كامل عن طريق، بتعرف حساسات العربيه، بتعرف وضع الموتور، بتعرف الدنيا، بتعرف كل الحاجات بالنسبه للعربيه. طبعا ده بالاضافه للخبره في المجال، ميكانيكا شغالين في الميكانيكا، فطب خبره الميكانيكا نفسها بنعرفها من غير حتى ما نحط جهاز في الموتور. بس الاجهزه فرقه دلوقتي يعني؟ طبعا اجهزه حاجات مساعده، طبعا حاجات دي. انا بحدث على طول يعني، كل شويه بجيب اجهزه يعني، كل ما انا الاقي نفسي خلاص الاجهزه الجديده نزلت بنزل اجيب الجديد على طول يعني. مثلا في اجهزه فحص البويات اجهزه عاليه جدا، غير الاجهزه اللي هي العاديه الاعتياديه القلم والحاجات ديت اللي هي ب 400 جنيه و300 جنيه والكلام ده لغايه 1000 جنيه. تمام. دي كلها اجهزه الناس اللي بس دي كلها اجهزه انت بتاخدها معاك يعني سهل انها تتنقل. انا هتلاقيني كاتب بوست كده على الجروب طريقه شغلي ازاي، حلو قوي ده، شارح. انا بقى بيجي لك بشنطه وراكب موتوسيكل اشغله معايا باليوم واروح لك المكان العربيه في الموتوسيكل كمان عشان ما اتاخرش على المواعيد. التزام في المواعيد هو نجاح اساس اي مشروع طبعا. اي بزنس اي حاجه يعني. انا انصح كل الناس بجد تدخل الجروب، انا يعني شفته ولقيت ان كل الناس بتسال اي اسئله، انت بترد الحمد لله. بتعرض عربيات كويسه لما بتلاقي حاجه قدامك، بترشح عربيات برده. من الحاجات اللي كنت بسالها لك او برده تفيدنا بقى الخبره برده تفيدنا طبعا. هو هي في عربيه للست وعربيه للراجل وعربيه للعيله وعربيه للفرد ولا لا ولا ده كلام كل واحد على حسب عدد اسرته حسب احتياج العربيه، هل هو بيروح بيها الشغل بس، هل هو بيستعملها يروح بيها مصيف يروح بيها بتاع كويس. مشاويرك بعيده مشاوير صغيره يعني، مثلا انت في نص البلد بس ولا بتطلع بتسافر على طريق، بتسافر على طريق هتفرق. طبعا بتبقى طبعا كل ما تبقى العربيه يعني اكبر شويه وموتورها اعلى شويه كل ما تبقى بتاعت سفر يعني. لكن احنا طبعا ايه مش شرط ان احنا ايه يعني، لو انا العربيه بتاعتي بستعملها جوه القاهره بس جوه اسكندريه بس في نص البلد يبقى مش محتاج عربيه موتورها عالي سباك بنزين عالي، محتاج العربيه الاقتصادية اكتر كويس، يبقى عربيه اقتصاديه اكتر كويس بحيث انها تساعدني وتوفر لي يعني كويس، وتبقى برضه بالنسبه لي امنه وكويسه. تمام جدا، فده مهم جدا. احنا مش ما ينفعش معانا حلقه خالص أكيد. وهتوعدوني باذن الله ان شاء الله ان يكون في حلقات تانية عشان الناس تستفيد اكتر. وبجد نصيحه، ادخلوا قبل ما تشتري سياره اسال، هتستفيدوا جدا. اي حد محتاج يشتري عربيه يكلم باشمهندس احمد والارقام موجوده، هيروح معاه وهيفحص له العربيه وهيقول له بمنتهى الامانه من غير ما يكون ليه مصلحه مع اي حد يشتريها ولا لا. انا مبسوطه معاكم جدا وان شاء الله ان شاء الله يكون لنا حلقات تانية ونورتوني. وفاصل سريع وهنرجع لكم تاني مع فقره مهمه جدا. تمام. ورجعنا لكم تاني ومع فقره تهم بقى الستات. الفقره اللي فاتت كانت تهم الستات والرجاله، والرجاله اكتر طبعا، لكن دلوقتي احنا بيهمنا برضو ان انت تكوني حلوه ويكون شكلك على اكمل وجه. طبعا احنا صيف وشتاء ايا كان الفصول طبعا بيزيد ساعات مشاكل شعرنا في فصول معينه، ولكن في المعتاد احنا في مصر معظمنا بنعاني من مشاكل الشعر، سواء بقى شعرنا مقصف خفيف بيقع هايش مجعد ايا كان، احنا طول الوقت عندنا مشاكل في الشعر. والحقيقه ان احنا كل ما بنجيب اي ضيف في اي تخصص بلاقي كل الناس داخله تسال على الشعر برضه. فاحنا النهارده جايبين لكم ضيفه متخصصه دارسه فاهمه عامله منتجات رائعه جدا، هتشوفوا الريفيوهات بتاعتها وهتشوفوا الصور بتاعتها، وهي الضيفه الجميله اللي هتحبوها زي ما انا حبيتها جودي حسين، خبيره منتجات طبيعيه وصاحبه براند ليزاج. الاسم حلو قوي. ميرسي ليكي. يعني ايه ليزاج؟ بصي يا استاذ كريستين، الليزاج بالفرنساوي اللي هي النعومه. فرنساوي لازم ابقى مميزه عشان كده بتدلع يعني. بصي انا دايما بفضل الله بدور على حاجه اللي هو ايه مختلفه بالظبط، ابقى سبيشال فيها يعني باسم بمعنى ان شاء الله. الترتيبه برضو ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله. تسلمي ربنا. الليزاج يعني النعومه او الحرير. تمام تمام. ايه الليزاج بقى؟
والله هو اللي زاج الاول، اول ما بدأ كان منتج للشعر، منتج للشعر بس، يعني بس مش اكتر من كده. اللزاج كان حاجة ملمسها دهني، عبارة عن زبدة شيا وفازلين. قولي لي انهي بس في المنتجات اللي محطوطة اللي دي هو اللزاج؟ ده اللي هو الكريم، الاسود. الكريم ده، ده الكريم. اوكي تمام. وفي منه عبوة صغيرة اللي هي تحتيه على طول، اللي هي 150 جرام انتي عاملة من كل حجمين. حاجة احجام. يعني حلو ده، لان بيتقابلني طب انا عايزة اجرب عايزة الاول. اجرب. بالظبط بالظبط وخصوصا ان احنا بنبقى احنا كالشعب المصري يحب يجرب وياخد الريفيوز بتاعت قرايبه واصحابه، بالظبط فعشان ما بالظبط تتعبيش نفسك. بالظبط. حلو قوي. ده كريم. كريم تمام. ده مكوناته ايه بقى؟ اللزاج عبارة عن زبدة شيا طبيعي. زبدة شيا. زبدة شيا. طبعا حلوة. ودي ما شاء الله، يعني مش عايزة اقول لك على نتيجة سحر، فظيعة سحر فظيعة بجد. بجد. زيت الجوز الهند الاورجانيك، انا حلو، بعتمد فيه قوي على تركيبة اللزاج بالذات. مفيد برضو للشعر، ده معروف اكيد جدا. ده يعني ترطيب، تقصف، الهيشان، الحاجات دي كلها. بحط بقى زيوت هندية تانية، يعني بحس ان هي الزيوت الهندية دي اصلا بس لوحدها معروفة كفاية معروفة. صراحة. يعني ده يعني احنا زيت بنشتري ساعات زيت يقطين، هندي بس كده. زيت اليقطين، زيت الكوماريكا، الحاجات دي كلها طبعا. وبحط البرو فيتامين 5، الحاجات دي عشان تغلف لي الشعرية بس. حلو قوي. يعني لا، تركيبة اللهم لك الحمد طيب فريدة. دي بتعمل ايه بقى؟ يعني الليزاج ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ اولا عشان بس في ناس كتير قوي بيعتقدوا ان الليزاج ده كريم فرد. لا، هو الليزاج مش كريم فرد، هو الليزاج كريم معالج، ده بيعالج بيعالج لي هيشان، تقصف، لو في موجة في الشعر. اهو هو ريحته اهو، فرنساوي برضه. مش عارفه ايه اشكال فرنساوي، مش عارفه ريحته حلوة. ريحته بفان فرنساوي. هو طبعا شكله باين ان هو شيا، يعني الموضوع هو باين باين انا باين حاطه هي باين قاعده يعني. كريم ومزوده عليها شيء. هو وده ده؟ مش تقيل؟ لا مش تقيل. هو كان الاول تقيل، يعني من حوالي سنتين بالظبط كان ملمسه دهني. لا ده ما فيهوش الدهن. انا بكره الدهن، انا ده من كل الناس الناس اللي مش انت بس. بتتفرج عارفه ان انا بكره لا الدهن لا، انا كل جدا. الناس. ده دلوقتي بقى سوفت جدا، الشعريه بتمتصه بشكل اسرع واسهل. يعني انا بفضل الله اللهم لك الحمد بحس ان التركيبه دي مختلفه عن اي حد على السوشيال. تمام. دي انا بستخدمها كحمام كريم. بتستخدم الاثنين، يعني تستعمل دهان يومي، بس النتيجه اللي حضرتك بتشوفيها الريفيوهات بتاعتها دي كحمام كريم على شعر ناشف. على شعر ناشف؟ لا ما بحطش على شعر مش طويل. بعد الشامبو يعني؟ لا لا، بحط على شعر ناشف اوكي وبعدين بلف الشعر طاقيه. تمام. اوكي على انت اتكلمي بقى، انت مالكيش دعوه خالص بالموضوع. بس ده هناخده عشان وبسيبه. نتكلم عليه. انا تمام. يعني انا بفضل صراحه بالبروكاب مع المنتجات، سواء منتجاتي او منتجات غيري. البروكاب بقى بصي في 10 دقائق بتبقى الموضوع كله خلصان معاكي. بدي نفس بدي افكت عالي. هو بيفتح بصيله الشعر، فبيخلي الشعريه بتمتص اكبر كميه من الكريم او من الزيت. طب حلو جدا. تمام. طيب قلنا ده بنستخدمه كدهان يومي او حمام كريم، الحمام. قد ايه يعني؟ كم مره في الاسبوع الحمام يعني؟ مرتين في الاسبوع. مرتين. تمام. بلاقي بعد قد ايه نتيجه اللي هو ابدا اقول بصي، الدنيا انا ظبطت؟ مش عايزه اقول لك ان في ناس بفضل الله من اول استعمال بيلاقوا نتيجه ملهاش حل. من اول استعمال، من اول على حسب استعمال بقى تجاعيد الشعر. اكيد. لا يعني الشعر المجعد الافريقي قوي اللي هو التقيل الخشن قوي ده، لا طبعا بتستمري بياخد عليه وقت اطول، اكيد اكيد. وهو مش فرد، احنا لا مش بنأكد فرد. انه مش فرد، لا لا دي مش حاجة فرد، علاجية. حاجه علاجيه بزبده الشيا احنا وبرضه بنشتغل ما فيها. استناش منه ان انا شعري كان مش مجعد مش قوي يبقى مش حرير. لا مش هيبقى بروتين، منطقي. اصل هو مش بروتين، هو اللي بالظبط. هو الكريم معالج. هو يعني انا لو شعري بايظ قوي مجعد قوي فانا هستني منه نتيجة ان هو شعري على الاقل اقدر اغسله واقعد في البيت. تمام دي نتيجه مرضيه جدا متهيألي بالنسبه للناس اللي شعرها مجعد من غير تمام بروتين. طيب ولو انا اوريدي شعري مفرود وعنده مشاكل فهو الحمد لله هيوصلني نتيجه ان شعري كويس جدا ومفرود كانه معمول سشوار مثلا. يعني عايزه اقول لك ان في بعض الرجال كانت بتجيلي بتقول لي انا بقيت خايف على شعري من الحسد. اخويا بيقول لي انت كانك عامله شعرك استشوار. والله ده اول ريفيو جالي فعلا من حوالي سنه، بس انا ما بنساهاش الريفيوهات دي لاني فعلا يعني الحاجات دي بتاثر معايا كتير قوي. طب مبدئيا بس ريحه حلوه وبجد مش ملزق لا لا، ما بجد. هو دي حاجه صفر. احييكي على الحكايه ربنا دي يبارك جدا فيك يا يعني. ربنا يخليك يا استاذه كريستين. ده الليزاج اللي اسمه حلو. ربنا يخليك طيب يا حبيبتي. انا دلوقتي لو شعري بيقع في ايه عندك ممكن ينفع معايا؟ هو في حاجات، يعني انا عندي التوب ميكس انا بوصفه فين التوب ميكس ده؟ اللي هو اللي مع حضرتك ده. احييكي كمان على التقفيل. ربنا يخليك يعني. يا انا ربنا اول ما يعزك شفت والله. فقلت لها الحاجه دي مستورده، فقالت لي لا مش مستورده، يعني الحاجه فعلا تقفيلها محترم ربنا جدا، يخليك يا ستي حاجه ده من ذوقك بيرفكت. والله. بصوا يا جماعه ليه 25 مللي؟
دي صغيره، انت برضو عامله كبير وصغير. لا انا لسه الصغيره دي ال 125 الكبيره، الصغيره دي كده الكبيره لسه تحت الانتاج يعني ان شاء الله. تمام. دي بتاخد قد ايه يعني؟ دي انا ممكن استخدمها تقعد معاكي شهر. شهر استخدام قد ايه؟ حمام زيت مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع مع البروكاب. مع البروكاب بس اتفقنا البروكاب ده حاجه اساسيه. هو يعني صراحه بينجز معاكي وبيخلي الموضوع اسهل، يعني بتجيب نتائج افضل، شعرها يتفتح وتاخد المنتج بسرعه. بالظبط ده اللي انا يعني بقول عليه بالظبط. طب حلو قوي. ده بالنسبه للتوب ميكس ده بيعمل ايه قلنا؟ ده التساقط. عايزه اقول لحضرتك ان هو في ما شاء الله بعض الرجال بيطلبوه عشان بدايه الصلع الوراثي، بس بديهم درمه معاه يعني مش بديهم واحده 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 واحد واحد. انا ست عندي تساقط، تساقط عادي مش وراثي ولا صلع؟ لا عادي بتاخد اديني ده وتمام مرتين في الاسبوع واعمله بالبروكاب تمام جدا. خلاص خلال قد ايه الاقي افكت؟ في 3 اسابيع، من 3 اسابيع لشهر يعني، بقى ما الازاز تخلص تلاقي ما شاء الله نتيجه. طب ده انا راجل وعندي بدايه، انت قلتي بدايه صلع وراثي انا مش عارف اعمله. لا ما اعرفش. خلاص بدايه صلع وراثي اعمل ايه بقى؟ بنصح بالديرما، هو راجل او ست على فكره، لان الديرما دي لو انت رحت اي كلينك بينصحوك بيها، بيعملوا لك جلسه ديرما. طبعا الجلسه دي هي بتفتح لك البصيله بتاعت الشعر، فبتخلي الامتصاص بيبقى اعلى. حلو قوي. بس مش بعملها كل يعني، انا عملت حمام زيت مرتين في الاسبوع. تمام. مش كل ما اجي اعمل حمام زيت اشتغل بالديرما. امال الديرما كل قد ايه؟ لا هي المفروض في البدايه كل شهر الديرما مره في الشهر. مره في الشهر، بعد كده بالتدريج بتعمليها كل 3 اسابيع، كل اسبوعين، حسب ما ايه يعني بداتي خلاص تستعمليها واستمريتي عليها بتبدا بقى كده بتقلب. حلو قوي. سؤال سخيف، اتفضلي. الديرما مقاس كام؟ اصلي انا عارفه ان هي مقاسات. طبعا في ناس بتبدا 1.5 كاول استعمال خالص، معاكي لغايه 2 مللي لحد ما كترش عن كده. لا هي اصلا هو ماكسيموم فيها 2 مللي دلوقتي. تمام. ده اللي موجود في مصر. اوكي. ده بحط على الحتت اللي فاضيه مش على الشعر نفسه، على الفراغات. لكن إيه على الشعر نفسه؟ ده يبقى حمام كريم عادي. حمام زيت تقصدي؟ إيه حمام زيت سوري عادي. لا هو يفضل طبعا اي بدل فيها زيت هيبقى على فروه الراس بس بدون قشره، يعني ما تجيش تقولي لي ده انا عندي قشره وعايزه اعمل حمام زيت، اقول لك لا. طب امال هعمل ايه؟ اعالج الاول؟ لازم تعالج القشره الاول، والقشره دي بتبقى سبب من اسباب التساقط. تمام. طب اعمل ايه؟ انت في منتجات عندك للقشره ولا بتنصحيني منتجات بحاجه؟ انا يعني غير البرودكت دي انا بنتج، انا عندي اكتر من 200 منتج هندي وخليجي وتايلاندي وكوري، فيهم شامبوهات عشبيه ودي اللي انا بنصح بيها مع التوب ميكس. يعني في شامبو عشبي بيبقى باودر بتعجنيه بميه زي الحنه. تمام. والله العظيم انا حلو ده. يعني انا استعملته شخصيا ليا والبناتي ما شاء الله فظيع. هو طبعا لان البرودكت الهندي شويه قليله دلوقتي، بس هو فعلا كنتيجه رهيب مع التوب ميكس. حلو قوي. ريحته حلوه. هو ده فيه توم؟ لا انا مش حاطه له توم، هو انا حاطه له لان ريحه توم بتبقى نفاذه. أيوة شويه. ايوه الناس بتكرهها بس بالزبط. هو معروف ان هو كويس طبعا. هو انا يعني لو جالي حاله تساقط شديده قوي وفراغات بديها التوب ميكس معاها تونر توم، ده منتج مش انا اللي بعمله، بس مع التوب ميكس ما شاء الله بيكمل نتيجه رهيبه. يعني انت عندك منتجات قلنا بس مش تصنيعك. لا مش تصنيعي. دي حاجات انت جربتيها ولقيتي وحاجه مستورده وحاجه محترمه جدا، فانت بتساعديني بيها. تمام. تمام. تساقط انت مش هتعملي لي حاجه، هتقولي لي روحي اتعالجي وارجعي لي تاني. التساقط لو في قشره لازم تاخدي حاجه للقشره الاول قبل ما تاخدي منتج حاجه من الصيدليه او حاجه من عندك. لو في انيميا بتتبقي الكورس العلاجي مع الكورس الموضوعي اللي هو التوب ميكس بتاعك. الانيميا. الانيميا. ايه تاني؟ ايه تاني من الحاجات اللي بيبقى صعب نلاقي فيها نتيجه؟ عايزه اقول لحضرتك ان في حاجه يعني يمكن البنات بتتحرج انها تقولها او كده، لخبطت البريود، الدوره الشهريه لما تتلخبط انا بسال بقول لها الدوره الشهريه مظبوطه؟ فالبنات بتتخض. طبعا. ايه علاقته ده؟ انا جاي عليك شعر يعني. يعني انا عايزه افهم، بدل البريود مش منتظمه بيبقى فيه لخبطه في الهرمونات، ده طبيعي يعمل تساقط. ما يعني مش كلام تاني. فانا لازم اعالج ده؟ بتاخدي حاجات هرمونيه بس طبعا بعد سن 18 سنه، ما بتاخديش حاجات هرمونيه قبل كده. علاج هرموني. هروح لدكتور بقى ساعتها؟ مالكيش انت دعوه بالموضوع. ابدا اعالج واخد بقى منك المنتجات ساعتها ممكن تعمل الايفكت اللي انا عايزاه. بالظبط. تمام. طيب ايه تاني من المنتجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها؟ ده ايه ده؟ ده السيروم، ده الشامبو. الشامبو انا عامله منه حجمين. احلى حاجه انه ما بيتكسرش. في الحمد لله. حلو. لا السيروم ممكن يتكسر لانه ازاز. السيروم الشامبو ده افتحيه وشم الريحه بتاعته وريحته تعجبك قوي. تتحدي بالريحه؟ اكيد. هي بتحب الحاجات الفرنسيه. فعلا والله هي الريحه فعلا. انت ريحه شعرك، انا ساعات تيجي بنوته تقول لي انا محجبه لازم اخد الشاور مش عارف تفتحيها، افتحها لك. لا فتحتها. تمام. طيب. واروح عامله كحكه الطرحه ويلا انزل ريحه الشعر باجي ببقى مش طايقه نفسي. ودي ده حقيقي. دي كانت مشكله بتقابل بنات كتير قوي. فعايزه اقول لك ان بعد ما استعملوا السيروم اللهم لك الحمد لا الريحه مش موجوده.
يعني السيرم من مميزات ان هو ريحته حلوه ما شاء الله. والكريم ريحته احلى. عايزه اقول لك الكريم ده في بنات بتاخده مني للمشكله دي بس، يعني شعرها للريحه بس، بس هي عايزه حاجه ريحتها حلوه للشعر. طب حلو جدا، يعني انا ممكن استخدمه كمان كريحه وكده كده هيعالج. تمام. الشامبو ده بقى انا استخدمه عادي زي اي شامبو عادي. انا عايز اقول لك انا بغسل بيه البنوتات الصغيره، عندي جودي 7 سنين انا شفتهم البنات دول بيستخدموا منتجاتك. ما بستعملش غيرها من ساعه ما بدات شغل، ما بدخلش اي حاجه غيرها. افتل لهم بس، هي عندها بنوتين صغيرين عسل كده. ربنا يخليك. وشعرهم حلو وجميل ويعني مش هايش، يعني اللي لفت نظري ان هم اطفال ومش هايش. لو شميت ريحه شعر مريم هتعرفي. حاطه لها بنوت بتعمل دعايه لشغلها عن طريق البنات. استغلال. ايوه ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك يا حبيبتي. طيب الشامبو ده قلنا نستخدمه زي اي شامبو عادي خالص. وعايزه اقول لك ان هو زيرو سلفات زيرو صوديوم، يعني حاجه سيف خالص. افتح يعني لا تمام. طب ما بيرغيش ولا بيرغي؟ لا في رغوه برضه، في رغوه بس اللي هي حاجه بسيطة. خفيفه يعني. تمام اوكي حلو جدا. ده بالنسبه للشامبو وده بستخدمه عادي خالص. طيب انا عايزه بس اسالك سؤال، انت ليه مش عامله بلسم في الموضوع يعني؟ سؤال جميل. هو انا في برضه لا هو ريحته بينك شوجر بس ريحته يا نهار. خلاص كفايه. حلو قوي. حلو حلو. طب الريحه دي بتفضل قاعده بس عشان انا طبعاً. يعني بحط الشامبو الريحه ما بتفضلش قاعده بزعل. لا نفسك وهتعرفي ان شاء الله. لا اكيد بتفضل شويه في الشعر. ريحته حلوه جدا. لا هو ريحته ما شاء الله كمان جميله، هو كمان الافكت بتاعه حلو قوي على فكره. من احلى الروائح اللي شمتها. ربنا يخليك بجد بامانه. اكتر منتج ريحته حلو شميته من يوم ما ابتديت البرنامج بامانه. ربنا يخليك يا ربنا يبارك فيك. تمام. كنا بنقول ايه ليه بلسم؟ ليه مفيش بلسم؟ انا ما عملتش بلسم لان في بنات طب في شامبو بلسم؟ قال لهم لا الشامبو بس اللي موجود. ليه مفيش بلسم؟ لان كريم اللزاج بيقوم بالموضوع ده بفضل الله، مش محتاجه بلسم. بعد ما تعملي الحمام الكريم شعرك بيبقى مترطب جدا، يعني انا مش محتاجه بلسم في الموضوع هو خالص. هو البلسم اصلا ايه مهمته في الحياه؟ مهمته ان هو بيرطب الشعرايه بعد الشامبو، وانت البلسم بتستعمليه على اطراف شعرك مش على فروه الراس. فعلا يعني غلط احطه على الفروه؟ لا ما تحطوش على الفروه خالص، هو بيشتغل بس على الاطراف عشان يرطب الشعرايه وانت بتسرحي. ايه ده الجديده دي؟ اول مره اعرفها. طب وحمام الكريم؟ حمام الكريم هو حمام الكريم انا بديكي فيه خلاصه زيوت، بديكي فيه خلاصه زيت بتشيع، فطبعا دي حاجه تريتمنت معروف ان هي هتعالج شعرك. بس مش معنى كده، يعني انا عايزه اوصل ان الترطيب بيبقى عالي لدرجه ان انت مش محتاجه بلسم ترطبي، مش محتاجه حاجه تانية خلاص. بالظبط. وده مغذي، يعني احنا مش بنتكلم في ترطيب بس، لا احنا كمان بنعالج. بالظبط. طيب حلو جدا جدا. كنت قلت لنا كام معلومه كده عايزه افتن واقولهم. ليه؟ قلتي ان الزيوت الهنديه حلوه وجميله كل حاجه، بس في زيوت ما ينفعش تتحط على الشعر على طول، وفي زيوت حاره. المعلومه دي عجبتني. هو بصي حضرتك الزيوت الهنديه مجالها واسع قوي، وفي كل زيت لازم تعرفي بالظبط لازم استخدامه صح ايه، لان انت لو استخدمتيه بطريقه خطا ممكن يجيب معاكي نتيجه عكسيه. يعني انا في زيت من الزيوت هو يمكن كل الناس دلوقتي بتدور عليه، زيت رانجبوري ده معروف، ده زيت هندي. بيعمل ايه؟ هو الزيت ده بينبت الشعر لدرجه ان انا في ناس خدوه مني، يعني واحده جارتي خدته لزوجها وشعره بدا ينبت اللي هي الحته الورثيه اللي في النص. بجد؟ ده موجود عندي على الصفحه اللي اسمع عنه واسمع ناس تقول اصل جربت منتجاته ما جابتش، تقريبا بتبقى مضروبه يعني. لا هو فعلا كان بينزل. بصي اي حاجه دلوقتي بقوا يقلدوها طبعا، بس لان انت بتجيبي من سورس حد محترم وعارفه انت بتجيبي من مين بتبقي مطمنه. فانت بتجيبي الحاجه دي وبتصنعي بيها منتجات. انا بدخل يعني الزيت رنجبوري ده يعني تركي، يعني لازم يبقى موجود معايا في التوب ميكس، لان التوب ميكس مش بس تساقط، لا ده هو كمان يعني تساقط وتطويل. حلو. يعني عايزه اقول لك ان انا في عميله عندي ما شاء الله خدت التوب ميكس قالت لي شعري تقل وطول بغباء، دي جملتها حتى موجوده على الصفحه. طول ده حاجه حلوه. بتقولي والله 5 سم تخيلي، يعني بتقولي 5 سم. هو طبعا يعني هو الكورس بيكمل بعضه زي ما بيقول، يعني انا بعمل المجموعه دي لانها بتكمل بعضها. تمام اوكي. معانا بس دلوقتي اتصال تليفوني، معانا ياسمين. الو الو، عامله ايه؟ الو الحمد لله، مساء الخير. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك استاذه كريستينا؟ الحمد لله والله بخير. انت اخبارك واخبار شعرك؟ احب اسلم على مدام جودي برضو. ازي حضرتك؟ جميل يا ياسمين، ربنا يخليكي حبيبتي. ايه اخبار شعرك؟ لا شعري تحفه طبعا على اللزاج، يعني ما فيش بعد كده والله. انت بتستخدمي ايه؟ ايه بتستخدمي ليزاج بس ولا بتستخدمي كل المنتجات؟ لا طبعا بستخدم كل المنتجات. انا جربت الليزاج، اول حاجه كانت تجربتي مع الكريم بس بصراحه. كانت ايه المشكله عندك اصلا؟
الو، كانت ايه مشكله شعرك؟ يعني كانت ايه المشكله اللي رحتي تجيبي كنت بيها؟ عايزه حاجه تنعم لي شعري وتطريه وتفرده وكده. تمام. فكلمت مدام سماح وكده، مدام جودي، فقالت لي بقى ان الليزاج طبعا وده تحفه وبخلاصه زبده الشيا وجوز الهند. قلت اجرب، بعدين لقيت ان الريفيوهات عليه حلوه جدا، مش خسرانه حاجه يعني. مش خسرانه حاجه، اجرب يعني، هخسر ايه؟ ايه، مش خسرانه حاجه، اجرب يعني. ما انا جربت بالظبط حاجات كده، كتير ما قلت جاتش اجرب عليه. ريفيوهات الناس ديت، ايه المنتج اللي عامل الضجه دي كلها. فجربت على نفسي الاول، بصراحه لقيت ان شعري فرق جدا، بقى ناعم والهيشان والتقصف راح جدا وبقى مفرود، ولقيت شعري بيطول كمان عليه، ودي كانت المفاجاه اللي قلتها لمدام جودي. قلت ده لها شعري حقيقي، طول عليه فعلا. ده بعد في كده خلال قد ايه؟ ده في في خلال قد خلال ايه؟ بالظبط يعني النعومه حسيتها على طول، لكن الطول خلال 3 شهور استخدام بقى حسيت ان شعري طول على الكريم بس، كمان ما استخدمتش، كنت لسه التوب ميكس كمان زيت السمسم. يعني، ده حاجه واحده بس. طب ده حلو جدا. ده على حاجه واحده بس فعلا، ده حقيقي يعني بجد. طيب بعد كده قالت لي انا نزلت الشامبو، فجربت الشامبو مع الكريم لوحديهم بقى، يعني المنتج ده مع المنتج ده، فكان رهيب بصراحه على الشعر. حلو قوي، الشامبو فعلا كأني بستخدم بلسم مش شامبو، حاجة كده بتطري ريحته الشعر جدا. رائعة رائعة بجد. والريحة بقى بتاع المنتجات فظيعة بجد، ما شاء الله عليها، ياسمين يعني دلوقتي مسوقة معاكي. بتقلب الدنيا في البيت. طيب ايه، انت ما اكتفيتيش ان انت تاخدي المنتجات وتستخدميها، لا انت كمان الموضوع اتطور واشتغلتي معاها. صحيح بالظبط، لسه كنت احكي لك. صحيح، هي شغاله كتير معايا. فقلت بقى لازم ان البنات كلها، البنات انت عارفه بتحب تهتم بشعرها وكده، فحبيت ان تجربتي ديت اللي انا جربتها تروح لكل البنات تنقليها لناس علشان. تانية. صحيح صحيح، حلو بالظبط، قوي. فابتديت الاول على اخواتي وقرايبي، والله احنا يعني مسميين شفتي، نفسنا عيله اللزاج من كتر ما كلنا بنستخدم المنتج فعلا الله يعني. يصلح لك ويسلمك. فاخواتي وعيالي اخواتي كلنا، وطبعا اصحابي بقى، وعملت جروب والحمد لله المنتج صحيح مسمع وعندي صحيح، ريفيوهات عليه جميله جدا. حلو قوي، كل اللي بيستخدمه بيدعي لي بصراحه، وطبعا كلنا بندعي لمدام جودي في ربنا الاخر على يبارك يا المنتج ياسمين، الجميل يا ده. ربنا يستر طيب عليك. بغض النظر بقى عن الاستخدام، فكرة الشغل مع مدام جودي والتسويق، الموضوع لطيف وسهل ولا جدا الحكاية معقدة ولا ايه؟ ازاي؟ خالص، ده سهل جدا، كانت ظهر وسند ودعم لي والله ربنا بمنتهى يخليكي يا الامانه. ياسمين، فعلا ده ربنا اللي يبارك حصل فيكي يا معايا، حبيبتي، ربنا ادتني يعزك، خبرتها كلها، ربنا يعني يخليكي ما يا كانتش ياسمين. بتبخل عليا بمعلومه واحده، هي كمان وعلمتني ازاي اسوق، علمتك، وكانش عندي خبره فعلا، وهي اللي علمتني كل حاجه ربنا بصراحه، يعني يخليكي يا ياسمين، تستاهل ربنا كل يخليك، خير. ربنا حبيبتي يخليكي يا حبيبتي، نورتينا، و الله يخليكي. يعني ابعتي لي صورة شعرك بقى. أتأكد بنفسي. حمسيني. هبعتلك حاضر صورة حالا، بس ميرسي بجد يا اللي حبيبتي، زاك براند يستحق الثقة اللي ربنا واخدها دي كلها يخليكي يا بجد ياسمين، فعلا ربنا يعني. يبارك فيك يا هي حبيبتي، مدام ربنا جوزي يعزك، شخصية، جودي شخصية محترمة ومحل ثقة ربنا بأمانة يبارك بجد فيك يا يعني. حبيبتي كريستين، ربنا نورتينا ياسمين، يخليكي. أرجع لك تاني. اتفضل. أنا لو عايزة أشتغل معاكي بقى بيبقى الوضع إزاي؟ بصي اقول لحضرتك على حاجه، الشغل معايا انا يعني من البنات اللي بيبقوا معايا مش بيبقوا بس ان هم شغالين معايا، لا انا بحس ان هم شركاء معايا في كل حاجه. يعني انت لو دخلت معايا على الجروب التسويق تلاقيني بسالهم، وساعات لما بيبقى في تصميم جديد ابعت ايه رايكم، طب حلو والله كمان اساليهم. هي ياسمين لو دخلت تانية هتقول لك ان فعلا ده حقيقي، يقولوا لا ده جميل. وعايزه اقول لك على حاجه، انا بقبل اللي هو لما يبقى فيه كلام سلبي بقبله اكتر، لاني عايزه اعرف انت انت ممكن قريبه. تطوري يعني، ممكن مثلا اكلمك اقول لك اصله بس في عيب مش عارفه اكيد اعمل ازاي، فانت اكيد ممكن تطوري اكيد. عايزه المنتج. اقول لحضرتك ان العلبه دي من سنتين ما كانش شكلها كده خالص، يعني العلبه دي والتصاميم دي كلها من سنتين الشكل والمنتج مختلف. نفسه اكيد اتطور. اكيد اكيد. فبالنسبه للتسويق معايا لا، بيبقوا اخواتي حبايبي صحابي، دي حاجه. تاني حاجه بطريقه ما بجبرش حد ان هو ياخد مني بمبلغ براس معين مال والكلام ده. بالظبط. يعني انا اكيد شايفه الدنيا بقت عامله ازاي دلوقتي. انا عايزه اقول لك ان انا واحده من الناس اول ما اشتغلت من حوالي 4 سنين كنت شغاله ب 500 جنيه، ياه. والله يا استاذه كريستين. فلا انا يعني انا من مكاني وبعد اذنك طبعا انا بقول لكل بنوته او كل ست بيت قاعده، فانت في بيتك ما بتعمليش اي حاجه غير انك ماسكه تليفونك وتبداي تشتغلي، وبفضل الله بيبقى عندك يعني تخيلي من 500 جنيه لشركه مسجله دلوقتي، الحمد اللهم لله لك الحمد الحمد يعني. لله. طيب يعني انا ممكن اعمل دعايه للمنتج ان شاء الله عن طريق استخدامي، يعني انا ما استخدمته هي ولقيته كويس فابدا بالظبط، اقول. اصلا احنا اكتر حاجه بنسال عليها الشعر ده فعلا، حقيقي، يعني انا لو لقيت شعري كويس اقول لها يا انت عملتي ايه استعملتي ايه، جربتي ده ايه فعلا بيحصل. بالظبط. فانا ممكن اعمل ده واجيب الاوردر وانا وانتي بشحنه تبعتيه
وانا اخد العموله بتاعتي. العموله بتاعتك اللي محتاجه اشتري بقى ولا حاجه. بالظبط، عايزه تبقى، مش هقول وكيله عشان الناس ما تتخضش، انا مش بقول وكيله عشان تاخدي يعني مش هقول لك وكيله عشان تاخدي مني بكميات كبيره، انا بقول لها خدي من كل منتج 3 قطع، ابداي شغلك ب3 قطع، مش بزود عليكي اكتر من كده. يعني 3 قطع دي مش بقول لك بقى خدي ب 10000 ولا ب 20000، لا ابداي شغلك ب3 قطع. كلام فاضي. ابداي شغلك ب3 قطع وابداي انت، دي هتاخد منك ودي هتجرب ودي هتاخد منك، خلاص يعني مش محتاج اكتر. انت هتعلميني ان المنتج بيتكون من ايه واعمل ايه وطريقه استخدامه، لان انا برضو مش ما عنديش خبره برضو. فهميكي. ببقى معاكي ستيب باي ستيب من البدايه خالص، وبتجيلي تقولي بتعملي رساله تحويل، طب دي يا مدام جودي بتشتكي ان شعرها فيه تقصف وفي قشره وفي وفي إيه؟ يعني اعمل ايه معاها؟ ده بفضل الله دي المسوقات اللي معايا شغالين بالطريقه دي. حلو جدا. جدا. طيب انا لو عايزه اشتغل معاكي فانا دلوقتي هتصل على الارقام اللي تحت. تمام. وممكن اخد منك براس مال او ممكن. تمام. من غير راس مال خالص. تمام. واخد منك. عايزه بس انوه ان المنتجات بيساعدها فيها ناس متخصصه. أكيد. في ناس فاهمه في الموضوع، هي مش شغاله لوحدها، زائد ان هي كمان بتدرس، زائد ان زوجها كمان طبيب، فالموضوع يعني أندر كنترول قوي تحت مسمى طبي عالمي. الحمد لله. بحييكي ان شاء الله بجد، المره الجايه ان شاء الله يكون ده براند كبير باذن الله، ويكون حاجه عالميه كمان، وان شاء الله تبقى تصدري منه بره ويكون اكتر من منتج باذن الله. طبعا بس عايزين نقول ان في كمان كريم تفتيح. دي اللي هي مجموعه ليزاج وايتنج، دي المجموعه بقى بتاعه البشره على مهلك. ده بيفتح، ده تفتيح. تمام اوكي. طبعا ده للتفتيح، وطبعا طريقه استخدامه موجوده وكل كل حاجه بتبقى موجوده طريقتها على عرق سوس يا جماعه. خلاص عرق سوس دي حاجه مش طبعًا. موجود منها اصلا. تمام. شرفتيني، ربنا يخليكي حاجه جدا. انا اللي مبسوطه اني معاكي والله، وصدقيني انا كمان وبامانه بجد. انت تشرفي، وكفايه ان انت عندك ولاد وبيت واسره وقادره تعملي كل ده. ربنا يقويك يا رب، وتبقي برضو سبب لفتح بيوت وابواب رزق جديده لناس كتير. اللهم امين. ربنا يخليكي. قبل ما اختم برضو لازم اشكر كام حد كده. عايزه اشكر بس مصممه الاكسسوارات مياده التوخي، براند شكمجيه، بجد تسلم ايدك، انت فنانه وانت عارفه قد ايه انا بحبك وبدعمك من كل قلبي. عايزه اشكر الميك اب ارتست والهير دريسر النهارده اللي كانوا معانا، لان هم تعبوا معايا جدا وطلع عينهم وكانوا مستعجلين عشان وقت الهواء. انا بشكركم جدا جدا جدا، واظن انتم شايفين اللوك عامل ازاي. عايزه اشكر الميك اب ارتست علا حسين والرائع سعيد رمزي اللي طبعا عامل لي الشعر النهارده. تسلم ايديكم، ويا رب دايما اتعبكم معايا كده ودايما متالقين. هتوحشوني جدا الاسبوع اللي جاي باذن الله. الاسبوع اللي جاي هيكون معانا فقرات جديده متنوعه جدا، وان شاء الله طول الوقت نكون بنفيدكم. وهتوحشوني. كنتم مع كريستينا جمال.